السلام عليكم يا بريميديون، ورجعناكم بعد غياب طويل جدا. صراحة لدي إحساس بأني مقصر خلال الفترة الأخيرة، لا أدري لماذا، ولكن إن شاء الله سنبدأ بقوة من جديد يا جماعة. إن شاء الله سلسلة خرافية وقوية جدا في فيفا 2023. لهذا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، وأعطونا آراءكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات. وشكرا للناس اللي تدعمنا بأي شكل من أشكال الدعم، بارك الله فيكم ربي يحفظكم ربي نوركم. اليوم عندنا فيديو من سلسلة مهنة لاعب فيفا 2022. اوكي دعوني لا عليكم، يلا بنا ليتس جيت ستارتد يا حبيبي. اول شيء مفرح يا جماعة الخير، نحن في قائمة مرشحي شهر فبراير لجائزة افضل لاعب في الليغا الاسبانية. فريمد من نادي اشبيليا، بنزيما من ريال مدريد، واوسمين واوريال زابال من ريال سوسيداد. نحن في المركز الرابع ب 54 نقطة، فرق 5 نقاط عن برشلونة. اليوم عندنا مباراة ضد ريال بيتيس يا جماعة. في البث المباشر الحلقة رقم 18 من مهنة اللاعب سجلت هدفين. اليوم عندنا مباراة ضد ريال بيتيس وأساسي في مباراة اليوم. يا سلام ليتس جو! مشاهدي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم. ضمن الليغا الإسبانية بين إشبيليا وريال بيتيس. تيفو جماهير إشبيليا رائع وخرافي جدا. ماذا يطلب المدرب مني؟ نفذ تمريرة حاسمة، سدد ثلاث تسديدات على المرمى، وتقييم 7.5. إزي على فريمت. بسم الله بداية المباراة. فريمت سد، يا الله ياسين بونا يتدخل الحمد لله. يلا جول 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 الجزائري والمغربي فريمت ونصير جول. ثنائية ممتازة جدا. يا سلام تودد جول هذاري الحمد لله ياسين. اوكي نهاية الشوط الاول 1-0 بهدف يوسف انصيري بتمريرة الجزائري فريمد. نحن بانتظار المنتخب الايطالي كي يستدعونا ان شاء الله في فيفا 23 سنختار الجزائر اذا كانت موجودة اصلا. حذري 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 اغبياء. قول يا الله يا الله لماذا حرمني من هدف. قول انا هذه مشكلتي اني دائما مستعجل في التسديد. هذاري يا الله هدف التعديل. يا مرر 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 يا ديلاني. ياسين بونو يصد وايضا القائمه والعارضه تصد. نهاية المباراة الديربي الأندلسي ينتهي 1-1. كان من الممكن أن نفوز بهذه المباراة بأكثر من هدفين، ما استغلينا الفرص. مهام المباراة أو مهام المدرب تم تنفيذها بنجاح الحمد لله. أوكي المركز الرابع 55 نقطة، أي 6 نقاط كاملة عن ريال مدريد. الصراع يعود من جديد بين ريال مدريد وبرشلونة على المركز الأول. واليوم عندنا مباراة ضد إربي لايبزيغ. مباراة الإياب ضد لايبزيغ يا جماعة، فزنا عليهم 2-0. كي أساسي في مباراة اليوم لكني تعبان، ربما سأخرج في الشوط الثاني لا أدري. يلا ليتس جيت ستارتد. مشاهدي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين إربي لايبزيغ وسيفيليا وإشبيليا النادي الإسباني. أوكي ماذا يطلب المدرب مني؟ ان شاء الله ما تكون مهمات صعبة في هذه المباراة. تقييم 7.5، تحقق معدل النجاح المراوغات لا يقل عن 50%، سجل ما لا يقل عن هدف من خارج منطقة الجزاء. بسم الله بداية المباراة. يلا جميلة من فريمت، يلا فريمت اطلب الكرة، يلا يلا جول يا الله. يا الله يا حرمني من هدف خرافي. شوف 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 ترويض بالصدر ويا الله.
قوه 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 فريمد، هايل 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 فريمد، فريمد لاعب متالق اكيد، دائما ما اتالق فانا فخر العرب الجديد. تسديده ضعيف ضعيف، لا 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 جول جول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، رودريغيز ينهي الشوط الأول 1-0 لصالح ار بي لايبزيغ. يا الله هذه، لا تخلي لا تخلي يضيف الثاني، هذا الجول لا 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 تخليها تدخل شبك. الحمد لله ياسين بونو، هذوري الحمد لله ياسين بونو، عدلوها 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 يا جماعة. مجموع اللقاءين 2-2. يا الله يلا كرة، يلا أنا هنا، لماذا لا تمرر؟ يلا صفر راح حكم، صفر راح حكم، ليه صفر صفر يو عبد الله ياسين بونو البيضاء في الدقيقة الأخيرة اللي على ار بي لايبزيغ في هذه الدقيقة الأخيرة. يا سلام، دقائق عصيبة جدا، هذيري هذيري الحمد لله. الأشواط الإضافية، ماني مصدق كانوا يسجلوا علينا في الدقيقة الأخيرة مثل ما جرى مع الجزائر عندما سجلت علينا الكاميرون. لا لماذا أتذكر ذلك اليوم؟ يلا الشوط الإضافي الأول، لا أريد طلب الكرة لأنهم يصبحون أغبياء عند طلب الكرة، لا يمررون جيدا، لا يوزعون جيدا، هذا الحمد لله الدفاع أخرجني. يا الله لماذا أخرجني؟ خرجنا يا جماعة، خرجنا من دوري الأبطال، فازوا علينا 5-4 بركلات الترشيح، حلم دوري الأبطال ضاع ضاع أمام ار بي لايبزيغ. يا أوريازافا حصل على الجائزة، ضاع دوري الأبطال وضاعت الجائزة، والله حظي سيء يا جماعة. أوكي نتخطى المباراة ونذهب إلى مباراة أتلتيكو دو مدريد. أوكي محتلين المركز الرابع ب 56 نقطة، يعني الفريق بيننا وبين ريال مدريد المتصدر يزداد ويزداد. يلا مباراة الأتلتي أساسي في مباراة اليوم ولكن بكامل لياقتي البدنية يا جماعة. ليتس جو. مشاهدي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم، مباراة قمة وإثارة على ملعب ريمون سانشيز بين إشبيليا وأتلتيكو دو مدريد. ماذا يطلبه منا المدرب؟ إن شاء الله لا يطلب الكثير، تقييم 7.5، 3 تسديدات على مرمى ونفذ تمريرة حاسمة. بسم الله هل تبدأ المباراة؟ روكليو ياسين بونو، أوباما يونغ في أتلتي يا جماعة، يلا 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 يلا، أنا الذي لا أفهم، يلا هذه كرة جول. يسجل، أردت التمريرة الحاسمة ولكن قررت أن أسجل في هذا الفيديو أو في هذه اللقطة. شوف 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 شوف، يا سلام دقة وتركيز غير متناهيين، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أو براك لا يستطيع صد هذه الكرة. الحمد لله كيف صدها، كيف سددها براسه هك، جول او بلاك، تعالي يا كره تعالي باليز، او لو لو كاد ان يكون هدف، هذا الهدف واي هدف يا سلام، جنون فريمت رسميا، جنون فريمت، جنون اللعب الجزائري على ملعب الإسبانية. شوف 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 شوف
والله برعان انتفاضة فريمد بسبب عدم منع جائزة أفضل لاعب. والله يا جماعة استفزوني. هذا ما يحدث عندما يتم استفزاز فريمد ثنائية في مرمى أتلتيكو مدريد ونهاية الشوط الأول. لويس سواريز يدخل في مكان موراتا، ألفارو مطارا. هذا الحمد لله. يا الله حذري حذري. الحمد لله ياسين بونو يخرج. حذري سواريز وياسين بونو. لاحظوا عندما يكون اللاعب بكامل طاقاته يقدم افضل اداء. ونهاية المباراة 2-0 ثنائية اللاعب المتألق فريمد. بعدما قام بجلدهم الآن يقوم بمصافحتهم الأسطورة فريمد. هذه هي إحصائياتي في هذه المباراة. أوكي مهام المدرب فقط التقييم. لا أدري يلا الحمد لله فزت. كان فريمد في مستوى فائق مع فريقه إشبيلية بتسجيل هدفين، حيث قاد فريمد فريقه لتحقيق الفوز ضد أتلتيكو مدريد 2-0. ونحن محتلين المركز الرابع ب 59 نقطة، فارق 5 نقاط عن المتصدر الميرينغي ريال مدريد. اوكي في نمو اللاعب. اوكي راح نحتاج 5 نقاط في نموذج القط البري. يتيح هذا النموذج للاعبين التمتع بالرشاقة وسرعة الحركة في أرضية الملعب. تمام تبقى لنا النقطة يا جماعة. اوكي دقة الرأسية تمام يلا. اذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اتمنى فيديو يعجبكم. صراحة انا اصور على الساعة الثالثة حاليا، عندي ساعة تسجيل في هذا الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم، لا تنسوا تدعمونا باللايك، اشترك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. مشاهدة الفيديو للاخير يعتبر بالنسبة لي افضل دعم. لماذا؟ لان من يشاهد الفيديوهات للاخير قد يظهر له اعلانين فقط، وبهذا سيكون دعم بدون ان تدفع ولا شيء. لذا بارك الله فيكم، شكرا لكم كثيرا، نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. اعتنوا بأنفسكم جيدا، السلام عليكم.